بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المواطنون الاعزاء من كل محافظات مملكتنا الغاليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمد الله تبارك وتعالى دائما وابدا ونتضرع اليه بالدعاء في هذه الايام المباركه من هذا الشهر الفضيل ان يتقبل صيامنا وقيامنا ودعائنا ويرفع الوباء والبلاء عن وطننا ويجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمعين وأنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بكم في هذه الليالي المباركة في لقاء متجدد ومحبب إلى نفوسنا في إطار التواصل والمحبة التي تجمعنا بكم جريا على عاده حميده وسنه رشيده لنجدد لكم التهاني بشهر رمضان المعظم ونبارك لكم دخول العشر الاواخر من مبتهلين الى المولى تعالى ان يعيده على وطننا العزيز وعليكم جميعا بالخير واليمن والبركات وعلى الامتين العربية والاسلامية وهما ترفلان به اثواب العز والرفعة والسلام والاستقرار. أيها الأعزاء الكرام من المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، لقد اعتدنا في مثل هذا الوقت من كل عام باستقبال اهالي جميع المحافظات في مجالسنا الرمضانيه التي نحرص على تخصيصها لاستقبالهم فرحا وابتهاجا بغدوم موسم الخيرات واحياء لعاداتنا الاصيله بما تجسده من عمق الاخوه والانتماء لاسرتنا البحرينيه التي نعتز بها اشد الاعتزاز وإذا اقتضت علينا ظروفنا الراهنة بالتواصل معكم عن بعد، إلا أننا نؤكد لكم بأنه مهما بعدت المسافات فإن وصل القلوب وتقارب النفوس مستمر في كافة الأحوال، ونتطلع معكم إلى عودة شؤون الحياة إلى أفضل أحوالها وكما عهدناها بعون من الله تعالى وتوفيق ولنلتقي بكم في الغريب العاجل على الخير والمحبة والصحة والسعادة كما أن واجب الوفاء والعرفان يحتم علينا ونحن في هذه الأوقات المباركة أن نعرب عن عميق شكرنا وتقديرنا بما نشهده من انضباط جماعي لدى كافة أفراد الشعب ومكوناته باتباع الإجراءات الاحترازية في مواجهة الوباء لتطهير بلادنا منه عاجلا إن شاء الله تعالى ونجد في مثل هذا الموقف المسؤول التزاما كبيرا لمساندة وانجاح مهام الفريق الوطني منذ انطلاقته الاولى بقيادة ابننا سمو ولي العهد الامين من مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها الذي تتميز اعماله بالجدية والمهنية وبنتائجه المبهرة التي تبعث على الكثير من الفخر والارتياح، والحرص الكبير للحفاظ على صحه وسلامه المواطنين والمقيمين في مملكه البحرين. ولا يسعنا هنا ومن منطلق الواجب، الا ان نشيد بتلك المساعي المخلصه التي سنحرص على ان تحظى بالتكريم المستحق منا. وليكون متناسبا مع حجم تضحياتهم، ونخص بالذكر المرابطين على الصفوف الاماميه، الذين وقفوا ويقفون بكل شجاعه واقتدار وصمود، من كوادرنا الطبيه والصحيه، والتمريضيه، والاداريه والامنيه العسكريه منها والمدنيه، ولشعب البحرين الوفي والمقيمين فيه، الذين سطروا أروع الأمثلة في الوفاء والإنسانية والعطاء والتضحية والتعاون والتكاتف في هذه الأزمة والجائحة التي تمر بوطننا الغالي. فلهم منا كل الشكر والتقدير. وبارك الله في جهودهم وسعيهم الدؤوب والمخلص. وإننا لندعو لن الله جلّ قدرته في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الكريم أن يوفقنا وإياكم ويسدد على طريق الخير خطانا ويقوي أواصر المودة والمحبة بيننا ويجعل قلوبنا مليئة بالخير والتفاؤل والمحبة لكل الناس متمنين للجميع على أرض هذا الوطن العزيز عيدًا سعيدًا مكللًا بالخير والبركات، وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.